السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد العمارة ديال البطبوط، كتجي فريمون زوينة وسهلة، سهلة بزاف التحضير. المكونات ديالها موجودين في اي دار، وزوينة، كتجي لذيذة، ويمكن لكم تستعملوها كعمارة البطبوط او انكم تستعملوها كوم سالاد الى بغيتو. بيان سور العمارة ديالنا فيها العمارة ديالنا غادي نقدم لكم دابا المقادير ديالها في لا فيديو. بغيت غير نقول لكم بالنسبه اللي بغى يديرها كوم سلطه، يقدر يمكن لكم تزيدوا ليها الكروم اللي هو لي شو، وتطحنوه حتى هو، تغسلوه مزيان وتطحنوه بحال خيزو، وتزيدوه المكونات ديالكم. ديك الساعات غادي تولي تقدروا تستعملوه كسلطه. انا هنايا فضلت اني نديرها عمارة، مي جربتها كوم سلطه وجات فريمون لذيذه. وبلاصه بوك يمكن لكم تعوضوها، يمكن لكم تعوضوا بوك بالمايونيز. اللي ما عندهمش بوك واللي ما لقاوهاش متوفره في محلات حداهم، يمكن لكم تعوضوها بلا مايونيز او لا دانون المسوس الا بغيتو. يلا نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. الحشوه ديال البطبوط ديالنا هذه فريمون واحد الحشوه اللي كتجي زوينه، كتجي سهله واقتصاديه، زعما ما فيهاش شي حاجه، كتجي سهله بزاف. كنحتاجوا ليها هنايا، درت حكيت ثلاثه الخيزويات صغار، خيزو خضر بيان سور، هنايا واحد البوطه ديال المايس صغيوره، وهنايا عندنا شويه ديال الكورنيشون وشويه ديال البصله مخلله، معلقه كبيره ديال لا موطارد، ولا الا ما اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش، المهم معلقه ديال لا موطارد. وهذا هذا شنو هو هذا بوك، هذا بوك راه ولات كتباع مؤخرا في الاسواق ديالنا، راه دايره هي بحال الشكل ديال الكيري، بحال الشكل ديال الكيري، مي هي كتدهن. غادي نحتاجو منها حتى هي باش نجمعو هاد الخليط ديالنا. انا غادي نطحن كلشي هنايا من غير المايس بيان سيغ، ولي غادي نخليه باين. خيزو والكورنيشون والبصيله غادي نطحنهم هنا، غادي نفرمهم تو سامبلومون بهاد الماكينه هادي. بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش ليمون هادو من الخضره ولا شي حاجه، فريمون هادي راه كتجي زوينه وما كيبانش معاها، كتجمع ببوك ما كيبانش كاع، ما كيبانش هاد خيزو هذا ما كيبانش. دونك انا غادي نشد كلشي، اللي بغى يخلي خيزو غير محكو كيخليه، اللي بغى يعاود يطحنو باش ما يبانش يطحنو. ها هو خيزو ديالنا من بعد ما طحنتو. دابا غادي ناخد الكورنيشون والبصيله محمضه، غادي ندير لهم بحال اللي في الخيزو. ها هو الكورنيشون والبصيله ديالنا كتشلضوهم بحال هكا. دابا غادي ناخد ان بول وغادي نخلط فيه كلشي. غادي نديرو هنايا الكورنيشون ديالنا وبصلة، نزيدو عليهم خيزو. غادي نزيدو المايس لي بيان سيغ شللناه و إيكوتيناه، سكرناه مزيانو هاكي هاكي هاكا لطيفة. ميرسي. صافي لافاص ديالنا هي، غادي نزيدو شويه جاري هاد لاموطات شويه، وغادي نديرو هاد بوك ديالنا. جوج معلقات كبار، المهم عينا ميزاننا على حسب لا كونتيتي. انا غادي نشوف هتجمع ليا هادشي مزيان. هاد العمارة فريمون دغيا دغيا كتوجد، ما كتصدعي راسك معاها، ما حتى شي حاجه. يمكن ليكم تستعملوها زعما اللي بغا راه يقدر يقدمها حتى كوم سلطه، راه كتجي فريمون بنينه.
وساهله وما كتاخدش الوقت بزاف دغيا دغيا. سمحوا لي انا نسيت ما قلت لكمش بلي غنحتاجو سلطه د فيمي. المهم اللي بغى يديرها يديرها، ما بغاش يديرها ما يديرهاش. هنا غادي ندير سلطه د فيمي حتى هي غادي نقبطها وغادي ندوزها هنايا فين ندوز التخيزو والشامبينيون والكورنيشون والبصله. ها هي لا دانت فيمي ديالنا حتى هي راه درت ليها بحال خيزو وبحال الكورنيشون والبصله. دابا غادي نزيدها على الخليط ديالي. غادي نزيد شويه ديال الطوك. لا مطار حتى هي يمكن لكم ديروا البزار يمكن لكم ما ديروش. بالنسبه للملحه انا ما كنصحكمش انكم تزيدوها لان هذا الشيء كامل زعما مالح ما يحتاج لا ملحه لا حتى شي حاجه. دابا هي الحشوه ديالنا واجده. دابا غادي ناخذ البطبوط ديالي وغادي نعمرو. ها هو البطبوط ديالنا ديجا واجد غادي نبدا نعمر فيه. دابا البطبوط ديالنا من بعد ما وجد راه كيجي فريمون زوين. بالنسبه لي راه كيتكال بارد، ماشي بالضروره انكم تدخلوه تسخنوه. من الاحسن انكم تدفيو البطبوط ديالكم قبل ما يتعمر، عاد ديك الساعه تحلوه وتعمروه وصافي، ما كيحتاج لانه يتسخن لا حتى شي حاجه. الحشوه ديالو سهله سريعه دغيا كتوجد، ما كتحتاج لانك تشحري لا تقرضي لا حتى شي حاجه. كلشي كيتطحن كلشي كيكون واجد. المهم كنتمنى لكم شهية طيبة، وكنتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، وكنتمنى انكم غادي تجربوها، وكنقول لكم الى فيديو جاي.